أهلا ومرحبا بكم في عالمنا. أما الآن هقدم لكم نمرة، إنما نمرة بحقيقي، الأستاذ الكبير أحمد فرحات. أنت اسمك إيه؟ مرزوق. والأهل بيقولوا لك كده ليه؟ عشان أبويا شنقول. شنقول؟ أصله كان حرامي. وهو الحرامي بشنقوه؟ قتل واحدة ست وسرق صيغتها. طيب ما تزعلش يا مرزوق، انا هبقى ازورك في المؤسسه، انا زي ابوك تمام. انت حرامي بالمستحيل يا بيه تقدر تخش اي بنك تاخد اللي انت عاوزه من غير ما حد يشوفك. واد الراس ايه ده؟ ده كان واحد بس اللي موجود، عاجبك ولا نرجعه؟ الستات الحلوين بتوع مصر. بقى كده اسمك ايه؟ سهى. ردت يا ست سهى. صحيح الناس كلها بتتكلم وبيوم ما عرفوش الحكايه. اللي هي ايه؟ اللي هي يا ست. ايوه. اللي هي ايوه. اللي هي ان انا ما اقدرش اعلق عليها. اخفى عليك ليه؟ اصلها سر. اما انا دلوقتي بقى هقول لكم نكته. في واحد نسمع واحد سيجا قال له يا أوليا، ما هو القضاء والقدر وما هي النصيبة؟ قال له القضاء والقدر لو حماك ماشي على الكوبري ورحت وقعه غرقانة. قال له طب وما هو النصيبة؟ قال له النصيبة بقى لو طلعت. تشاهدونه في الأوقات التالية.